عليكم. انا اليوم جيت ماكيا عند حفيد، عندها ماكياج فريمون فريمون طوب. دوك تشوفوا البديه وتشوفوا لاسويس ان شاء الله باذن الله. البديه ما شاء الله عندنا هذا التيساج، وحده يكون عندها عرس بغي حاجه هكا غادي نستعملوا لها هذا الليسر. هذا شبه بزاف فرقيك، ليسي لها من لاغاسي من الجدره او ميم طون سيراميك ما يحركش الشعره. هذا درت لها، هو اللي درت لها به لو سوان. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدو صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جوله تاعنا اللي راها في مدينه جديده عند كوزميتيك حافظ، وديما جديد عند كوزميتيك حافظ اللي راه جاي في مدينه جديده. بون الاخوات، انا من قبل صورت لكم المحل يعني بالتفصيل الغير الممل واليوم جبت لكم واحدة الاخت فريمون ما شاء الله، اخت مروه تاني ماكياج لها. شوفوا جات ما شاء الله، غادي نوري لكم ماكياج شوفوا من الالف للياء، غير كملوا معايا غادي يعجبكم ان شاء الله. ايضا العرايس، العروسه اللي ما عندهاش وان شاء الله ربي يرزق الجميع ويفرح الجميع، اللي ما عندهاش نقولها تفضلي عند كوزميتيك حفيظ فريمون ماكياج باطل. كملوا معايا الفلوق غادي نزيد نوضح لكم. هنا مع طواب المدينه الجديده غادي تلقوا محل توبة اللي يبيع الكتان في الكوان معاه، وتطلعوا هذه زنقه تقايد عمر تكون مع محل توبة، وتطلعوا مع طواب المدينه الجديده جامع الشريفيه تتمشوا غير نيشان تلقوا محل توبة اللي يبيع الكتان. راني نعاود نفهمكم خواتاتي، وتدوروا مع محل توبة وتطلعوا غير نيشان غادي تلقوا محل ريم فولاغ اللي لاصق مع محل توبة. ومحل ريم فولاغ ديجا صورته لكم من قبل صاي خواتاتي، هذا هو محل ريم فولاغ اللي راه قدامه. هذا هو، نزيدوا نتمشوا غير شويه، ما غاديش تمشوا بزاف البنات على يديكم اليمنى. ها ولا كوزميتيك، يا درا وصلنا عنده كوزميتيك تاع خونا حافظ. بالنسبه للكوزميتيك راه قدامه محل لمسه المغرب، هذا هو المحل لمسة المغرب قدامه كوزميتيك حفيظ، وأيضا قدام كوزميتيك حفيظ محل ميسا اللي صورتها لكم. بون الكوزميتيك حفيظ جاي ما بين محل لمسة المغرب ومحل ميسا صحيح خواتاتي. اللي تعرف محل توبة معاه والدور، اللي تعرف ريفولا راه غير قدامه، اللي تعرف بوتيك ميسا ولا لمسة المغرب راه غير قدامه. هذه هي كما كتشوفوا معايا كيراتي من الفاميل وطلع اكيد خواتاتي. مكياج غاتوي للعرايس ما شاء الله، تبغوا تشرو مكياج تسيلكم تما الاخت ما شاء الله. كيكملوا معايا الفلوق غادي تزيدوا تفهموا. الصفحه تاع مروه تبغوا تتواصلوا معاها، هذه هي الصفحه تاعهم. فرجه ممتعه، احبكم في الله، خليت لكم لهنا والراحه. سلام. انا اليوم جيت ماكيا عند حفيظ، عندها ماكياج فريمون فريمون طوب. دوك تشوفوا البديه وتشوفوا لاسويس ان شاء الله باذن الله. البديه ما شاء الله نبداو بسم الله. السلام عليكم الشيرات ومرحبا بكم عند توجو عند حفيظ كوزميتيك. بون اليوم راها معنا الشيره غادي تشوفوا الماكياج الجديد تاعها، ونشكركم بزاف على الفيديو اللي فات على التعليقات الايجابيه عندها جيره. شوفوا معايا الشيرات، بون غادي نقول لكم اي وحده قليله كما قلت لكم في الفيديو اللي فات ما عندهاش بغيت دير ماكياج عروسه تجي عندنا ماكيولها غراتوي، مرحبا بيها. الله يحفظك. ماذا بيكم تبارطاجوا لنا هذا الفيديو لخواتاتكم صحاباتكم باش يشوفوا راه كاين جديد تبعو معانا. هاي بسم الله غادي نبداو بسم الله. اليوم كاع غادي تعلموا الماكياج ان شاء الله باذن الله. شوفوا هذا تاع كيما نقولوا شي جال كي دايره. لا شوفوا شيرات ما قلت لكمش كاين هذا جا شباب بزاف، سموه كيس بيوتي. هنايا يجي فيه بودر وهنايا يجي فيه جل، هذا اللي راني نخدم لها به حواجبها. الجل كيما نقولوا هكا حواجب خفاف، دير لهم جل ما دير لهمش بودر باسكو بودر يروح لها. الجل يتفيكس لها يقعد لها 24 ساعه صح. بودر ديره وحده حواجبها معمرين، تبغي غير هكا حاجه خفيفه صح. دير البودر والجل هذا تغسل ملا بغا وجهها يعرق، هذا شباب بزاف يقعد لها كاع النهار صحيتي.
انا وسكت راني نتفتع باش نهضر راني قاعده نشوف ما شاء الله يسلمك. هذا غير الجل رانا نديرو درك البنات شوف شتو البنات غادي نتراسلها كيما هاكا من بعد نقولها كاع حد اليوتيوب تعلمت ماكيي معانا تتعلم واه ديجا قلت لك اليوم خطره اللي فاتت بلي ندير لكم فيديو نوريكم كاع ان شاء الله كيسبدوا الماكياج يا دائما تبدي في الوسط اللي نشوفك ما بديتش من هنايا نبدا في الوسط ونعمر لها هذا باسكو هذا شغل نعمره وهذا خفه شويه باش ما يبانش شارج بان حاجه ناتيري كي تشارجيه من في البدايه يجي هكا فونسي هي ما تعرفيش كيش تكملي توجور غير كيما هكا ما بالا كاع لي كليون اللي جاو عندي وسيت لهم في حواجبهم كاع خدمت لهم كيما هكا ما شاء الله خرجت سورتو لي حواجبها خفاف هاي كيما هي حواجبها خفاف هاي كيما ميم الجل بروحه يعطيك افي تاع ميكرو بلاديك كلمة تقدش ديرها تشري جو بريفير الجل هكا احسن تشري الجل ويقعد لها تغسل يروح كاين ما تبغيش كاين تاني يديروا لا كولور سبيغا كاين اللي يديروا لا كولور عندكم تاعها ثاني منها تنصحيهم لا كولور اللي تجيهم وكاع البنات باينه هذوك كما دامني هنايا عند مروه ما شاء الله هي تحقوها نوريها هي فراشه المحل صراحه والله العظيم الله يسلمك. شوفوا البنات اللي بغات الصفحه تاع تيك توك تاع مروه هذه اللي حطيتها لكم تبغوا تتواصلوا معها اي حاجه خاصتكم قلت لكم تواصلوا معايا على صفحتها على تيك توك. غادي نقولها حواجبها بهذا الانتيسان ورينا انتيسان كي داير سموه ايمي بيوسي ديركم حتى هنا مرايا تسمكي وتشوفي شوفوا استعملوا بانسو كي تبغوا تنقوا انا نستعمل هذا بصح نتوما تقدروا تستعملوا هذا هذا ثاني بانسو غادي تنقي بها حوايج بالي يجي كيما هكا انا نستعمل هذا من بعد نستعمل هذا صح شوفوا كيما هكا شوفوا البنات عاود دارت من الفوق كيما هكا باسكو هذا هو الاساس كي ديري هاد العفسه حواجبك يبانوا شابين نيشان باش تنقيهم بالانتيسان هي اللي تراسي من شغل بناتك بالتليفون لا لا شوف كيما هكا بعد هنا شوف هاد الحاجب ديروا له غير كيما غير كيما الاول البنات كي نكملوا نعاود نرجع لكم باش ما يجيكوش فيديو طويل شوفوا البنات ها هي لا ومن بعد نعاودوا تمشطهم ما عندهمش مشطه سبيسيال زعما تاع غير سينو اي مشطه واسكو كيما هكا صحيح انا هادو الاخر تاعي هادو اللي نخدم بيهم عليكم السلام ورحمه الله شوف عندي الانتيسان ثاني نخدمو كيما هكا هنا تكوني ما دايره لا فون دو سا لا والو شوفوا معايا خوتاتي هي اللي قالت لهم انتيسان لعينيها هنا عندنا فيكساتور هنا عندنا البونش كي تبغوا تخدموا باش ابليكو فون دوس ولا انتيسان ديرو كيما هكا ليه شمخوها غاية وخدمو ولا بالماء في الدار تاني واه واه يا ريت تكون مندية شوية نورمال واه ابليكا غاية تيبي بانسو كيما هكا غادي نستعملو هاد الكولور كلير غادي نديروها لها كاع هنا في عينها تي كلير الاول درسه كلير هاد لابواط كيسموها
اسمها دودوكي تجي فيها لي كولور شابي. هذه عندكم شحال؟ شوفوا هنا غادي نستعملوا هاد الكولور تجي شويه فونسي توجو كي ديري كلير استعملي كولور شويه فونسي صح كيما هكا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. تجو هنايا خدموا كيما هكا. لا العين زوجة ثاني غير كيما هكا. راكم تشوفوا تزيدوا تستعملوا توجور هنا مع التالي كولور فونسي كيما هكا درنا كلير هادي شويه فونسي هادي فونسي ليها كيما هكا نجو هنايا غير هكا أبليكوها كيما هكا شوفو معايا البنات هاهي كنسلو كيما هكا شيبو أون تيسير أبليكو هكا في يدنا غادي نخدمو غادي نديرو هنايا هكا شوية أون تيسير متقعدوش تمسحو بدو غير هكا نقولو حنا غير هكا مشي على كاع العين غير هكا مع البدية النص مع البدية و غير هكا غير تمسحوه باسكو غادي يكون تقعدو هكا تسمو بو غادي تمسحو كاع الفابوبين غير هكا غير بشوية كيما ديرو بالبونجة تاع فونديتا فوالا متزيش على عينيها هي غير هكا حنا درتي في يدك في عابوبيغ هذا البنات صح؟ غير هاكا باش تفهمو هذا غير هاكا غير بصباحك كيما هاكا الله البنات صراحة كرة قدامكم تشوفوها طوب ما شاء الله شوفوا البنات هنا تمسح كما ماشي اوبليجي ديرو لانجات ديرو دي ماكيو وقطن وديروا فيه دي ماكيون مسحو كيما ها كاينه لانجات دي ماكيون كاين لانجات دي ماكيون زعما اللي ما عندهاش دي ماكيون دير سهلها على روحها هي قالت الاخت قلت لها شيرات قلت لها كنت لبسي شده طاكي تجي عليك كي تزوجي عرضيني نشوفه في الشده يا حبيبتي كتبي لها كومونتير خطاتك ان شاء الله دروك غادي ندير لها هاد الفونديو تاع نوت شباب بزاف فوالا صحيت هذا شحال الشبه عندكم هذا ب 150 هذا شباب بزاف سيتو لا ناشفه هذا لا فو ناشفه باسكو راه كنت عينا شو جاني شباب تي صار كيفي شباب بزاف هاد الفوندو هذا فوندو شباب بزاف سيتو في الشتا كي دايره فيلتر الشتا يبغي حاجه كيما هكا ثقيله فوندو كي ديري حتى كي تشربه لابو غاي عاد باش يبان قولي هذيك ربع ساعه ولا شوفوا هذا حجم غطاء شوف على البابيغ تاعكم هذه هي هذه اللقطه انا نبغيها كونتور شباب بزاف يعطيك اي في شباب شو هنا شوف البنات باش نحدوا لها من زفا كنسمع هكا يهضروا والله اعلم انا ما نعرفش غايه هي كل ملامح وكيش خدمي لهم كونسول كيما هذه ملامح حتى واحد دروك نيفه هنايا كمام راني نخدمهم بلي برودوي زعما قد يشريهم زعما موان شير فوالا قد يشروهم كاع الناس كيما هذا اللي درتي دوك شحال خيتها هذاك 50 مي 50 دابا تقول بلاصه فراج ولا
ويحدد الخدود يحدد كي حنا كنا نديرو غير فراج قبل ما يخرج هذا نيشان ما كناش نعرفوا ما كانوا كيشغل داروك خرجت شحال من حاجه جديده فوالا في كل شيء لا في مكياج لا في اي حاجه كل عام راه كاين جديد الحمد لله واحد يبكي غير على دراهمه نيشان فونديت ان بودر كما هكا انا نستعمل بالفينس بعدين نخدم لها عينيها تحتها خارجه هاد لاكولور ديجا خدمتيها من الفوق هاد لاكولور ديجا خدمت بها من الفوق هادي جايه فرونسي خدمت بها دي كلير هادي فرونسي كريون بلون قلم ابيض نديرو بهذه الطريقه هذا على راكي ديري فيه هذا يكبر العين صح هذا كيما تحت ها هي دوري لا غسيل كي داير الشفا كامل شوف البنات هذا هو الغسيل شفت حاجه ما تفوت هذا ليكيد تشبه بزاف تاع لا مارك نوتس كيما الفونديتا هذا دير 120 كيما هكا تقدروا ثاني ديروه غير بيديكم نحسب دائما لكم اضاءه كي تكون لاكو ناشفه نستعملوا لي برودوي تاع ماكياج ليكيد ما يجيش بودر كاين لي برودوي سبيسيال للناشفه سبيسيال للزيته ميم كونتور هاد الجلوس مات تاع هاد لا مارك شبه بزاف بون شيرا صح عندنا هاد لي لونتي لي تبغي ديرهم مع الماكياج جو شابين بزاف يجو سان كونتور ما فيهمش هذيك الدويره من الداخل يعطوك ايفي ناتوريل اون ديغي كاع ما كيش دايره لي لونسي سولوسيكا اوريجينال وما يضروش العينين ثاني صح حنا ما بغيناش نديروهم لها البنات بغيت نخليها انا كيما هكا صراحه وتخلوها كيما هكا تجي شوفوا ما شاء الله بلا ماكياج شابه بالماكياج شابه اختي ما شاء الله شوفوا معايا الشيرس شوفوا شعرها كي راه انا مابليكينها هاد سوا من قبل ما درناكوش فيديو خطره جايه ان شاء الله نوريكم طريقه الاستعمال هذا شباب بزاف هذا اللي عندها شعرها يطيح شعرها رايح له لا بريونس وحده هكا شعرها كيما نقولوا شاهب هذا شباب بزاف وهذا تريسمون للشعر حتى تكون دايره ديكاباج ليماش شعرها ينحرق لها الاستيك تستعمل هذا انزو شباب بزاف هذا غادي نستعملوا لها هاد الليسر هذا شباب بزاف فرقيك ليسي لها من لاغاسي من الجدره او ميم طون سيراميك ما يحرقش الشعره هذا درت لها هو اللي درت لها به لو سوا وهذا ما نستخدم به اون ديلي نستخدم به لي بوك هذا شباب بزاف وثاني حاميه طلع حتى 988 درجه تاع الحراره تاعها كيما راكم تشوفوا شوف معايا معليش غادي نسلبها نصورها صحه صحه واه واه غادي نخليها في الصال شوف كيما هكا نقولها به اونديل شوف ريدي غايه خدم غايه شباب بزاف هكا شوفوا ميم لي ما طاش تخدم اونديلي تعلم معايا كيما هكا نجيبو الشعر كيما هكا هذا هو الشكل النهائي تاع عرستنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب الفرحه شابه بزاف الناس تدعوا لها في لي كومونتير ان شاء الله ربي يجيب لها برنوس لهنا ان شاء الله ان شاء الله كاع يا ربي تشالي المروه ايمان ينطق اسمك ان شاء الله الله يفرحكم كامل
تزيدوري عندي الشابة. شوفوا الشيرس ما يكون عندك شعرك هكا نواخ وتكون في خاطرك لا ماشي ومسقديش ديريهم ولا بالياج واه ولا بالياج سقدو كيما هكا تدخلوا في شعركم لا بغا يكون شعركم هكا كولور فوالا بلا لاماش واه شوفي هادو يقولوا لهم لي كليبس ساسيك كيما هكا كيما راكم تشوفوا معايا هي شعرها ديجا طويل الله يبارك غادي نجو كيما هكا جيبوا مشط كيما هكا نجو هنايا كيما راكم تشوفت حتى الودن تبعوا كيما هكا فرقوا هنايا الشعر بهذا المشط هكا هادو نكد تو يكون كي تقلها غير طردقه كيما القهوه إيه هكا وا غير تقعدي تسالي كيما هكا شوف هاودو كيما هكا خايب يا سيدو ها شوف هاودو كيما هكا سيدو هكا غير من الفوق تنقبض من الفوق هكا فوالا ما كيديرو هنا ما يقعدش هكا خارج ما يبانش كاع بلي راه كي داير شفتي غادي تعاود تطلق لها شعرها شنو خر سيب ساي وقت شباب بصحتك شو كي جا عاود هكا ما شاء الله شوفوا البنات طب شكرا.